نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم 24. مشاهدينا أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن مدى اعتزاز جلالته بالصداقة المتينة والروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في توطيد العلاقات الثنائية المتميزة والدفع بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأوجه إلى مراتب أرقى تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. في موضوع آخر، انعقد اليوم بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش. المجلس تداول في بداية أشغاله وصادق على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي. المجلس الحكومي اطلع خلال أشغاله أيضا على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. تم برباط التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ حوالي 490 مليون درهم. باقي التفاصيل مع سكينة مسوية. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. برنامج الدعم هذا يواكب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا. نتعاونوا جميع باش نحققوا هذه البرامج الكبيره كلها اللي داخله في الحركيه، ولكن يعني هي اكبر من الحركيه مع بالنسبه لاوروبا اللي ساندوا ومولوا هذا البرنامج ديال لو باكت اسخي اللي فيه الحركيه ديال الطلبه ديال الماستر وديال الليسانس، ولكن فيها ايضا هذه الحركيه ديال الطلبه الدكاتره من الجيل الجديد. الحدث عرف ايضا استقبال الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في برنامج إيراسموس مونديوس للماستر المشترك الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه. الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على منح دراسية في إطار هذا البرنامج عددهم 27 طالبا مغربيا، من بينهم 20 امرأة يحظون بتأهيل عال وسيستفيدون من منحة دراسية لمدة سنتين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في عدة جامعات أوروبية. يعتبر المغرب ثاني دولة شريكة في برنامج إيراسموس مونديوس للماستر المشترك في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع أزيد من 100 طالب مغربي يتوزعون على 90 دورة ماستر ممن استفادوا من المنحة في 30 دولة أوروبية. نظمت الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية برباط ندوة علمية حول موضوع الممارسات الراهنة في الترجمة من الأمازيغية وإليها. تقرير لشيماء بك. هي ندوة علمية نظمتها الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط حول موضوع الممارسات الراهنة في الترجمة من الأمازيغية وإليها. بعض الخصوصيات اللغوية التي تتميز بها اللغة الأمازيغية، وبالتالي هذه الخصوصيات اللغوية تنعكس بطبيعة الحال على عملية الترجمة. من بين هذه الخصوصيات كاين الخصص المعجمي في اللغة الأمازيغية، هناك أيضا
يعني التنوع اللهجي المعروف يعني الأمازيغية في بلادنا. هذا اللقاء نعتبره مهما وأساسيا لأنه يفتح أفق للتعاون بين المؤسستين، وفي الآن ذاته يسمح بتقييم الحصيلة المنجزة لحد اليوم في مجال ترجمة من وإلى الأمازيغية، وهي ترجمة اقتحمت العديد من المجالات سواء الترجمة الأدبية والأكاديمية بصفة عامة. المشاركون في هذا اللقاء استعرضوا عددا من القضايا ذات الصلة بواقع ترجمة من الأمازيغية وإليها، لا سيما فيما يتعلق بأهدافها ومنهجيتها وحصيلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا المجال. الموضوع ديال الترجمة أصبح واحد الموضوع أساسي بالنسبة للاشتغال ديال المؤسسات ديالنا، ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الترجمة من الأمازيغية إلى لغات أخرى وفي مقدمتها اللغة العربية، وترجمة من بعض اللغات إلى الأمازيغية كذلك، وهذا في إغناء بالنسبة للغة والثقافة الأمازيغيتين. ويعد مجال ترجمة من الأمازيغية وإليها بالمغرب مجالاً واعداً يشهد تطوراً ملحوظاً رغم بعض التحديات التي يتم الاشتغال عليها من طرف المؤسستين من أجل ضمان ترجمة دقيقة وفعالة للغة الأمازيغية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتكوين المزيد من المترجمين ودعم البحث العلمي. تستمر بالعيون أشغال الدورة السادسة للجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية سكيلاب 24 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا. هذه التظاهرة العلمية ترم نقل المهارات المتقدمة للطلبة والأساتذة الباحثين والمهندسين والتقنيين وأطر المقاولات الراغبين في تعميق أو تعزيز معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال. للمتابعة، أشغال الدورة السادسة للجامعة الصيفية في مجال الملاحة الجوية سكيل أب 24 تتواصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون بحضور أكاديميين ومهندسين مغاربة وأجانب. لنا الشرف حضرنا هنا في مدينة العيون باش نشاركوا الطلبة والأساتذة الجامعيين والمهندسين اللي حاضرين معنا هنا، نشاركوا معهم معلومات وداك الشيء اللي تعلمنا يعني كخبراء في أمريكا الشمالية في جميع المجالات ديال الطيران، أي حاجة يعني اللي كتمس بالبنية ديال الطائرة ولا بالسيستم ديال الطائرة ولا بالداخل ولا بالخارج ديال الطائرة عندنا هنا. الجالية المغربية اليوم تعرف واحد تغير كبير، يعني الارتفاع ديال المستوى الدراسة والأخيرة نعتبر أن يعني العدد كبير اللي عندهم باك بلوسيس الفوق. النقطة الثانية الحضور ديال المرأة في الجالية اللي مهم تقريبا يعني واحد لابار امبورتونت. ثالثا أن كاين لي نوفل جينيراسيون، ديال لي جون ديال الشباب اللي تزادوا في هذه البلدان الإقامة اللي ما عرفوش هذا اللاكت ديال الميغراسيون. هادشي كامل تعطي أن السياسات العمومية تجاه المغرب والمغرب الخارج يعني خصها واحد التغير. وفضلا عن نقل المعرفة وبروز مهارات وخبرات جديدة، تتطلع هذه المبادرة إلى التشجيع على إحداث فضاء للتبادل من أجل تعزيز التعاون بين الفاعلين الأكاديميين والاقتصاديين في قطاع الملاحة الجوية بالمغرب والكفاءات المغربية العاملة في هذا القطاع بالخارج. دوليا، توجه ناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ الخروج الرسمي للبلاد من الاتحاد الأوروبي. انتخابات تشريعية تروم تجديد مجلس العموم وتشكيل حكومة جديدة. تقرير لهنا حجي. انتخابات عامة يمكن أن تنهي 14 عاما من حكم المحافظين في بريطانيا. مكاتب الاقتراع في المملكة المتحدة افتتحت أبوابها على الساعة 7 صباحا لإجراء الانتخابات التشريعية الهادفة إلى تجديد مجلس العموم وتشكيل حكومة جديدة. المرشحون في هذه الانتخابات يتنافسون على 650 مقعدا تشمل 543 دائرة انتخابية في انجلترا و57 في اسكتلندا و32 في ويلز و18 في ايرلندا الشمالية. ويخوض السباق الانتخابي 4515 مرشحا، وهذا رقم قياسي. البريطانيون يحبسون أنفسهم انتظارا لنتائج هذه الانتخابات الحاسمة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز كبير محتمل لحزب العمال بزعامة كير ستارمر على حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وبالسودان أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاندلاع المفاجئ للقتال في مناطق جنوب شرق السودان وما تلا ذلك من موجة نزوح جديدة لعشرات الآلاف من الأشخاص. باقي التفاصيل مع فدوى نفيل. قتال عنيف ومفاجئ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جنوب شرق السودان أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعرب عن قلقه إزاء نزوح الأشخاص في ولاية سنار، موضحا أن الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في بلدة سنجا كانت مفاجئة وعنيفة، الأمر الذي أجبر العائلات على الفرار شرقا نحو ولاية القضارف المجاورة وسط ظروف قاسية. المكتب أضاف أنه يعمل مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، كما دعا المكتب الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور وتجنيب المدنيين وضمان المرور الآمن للفارين من القتال في سنجا وجميع المناطق المتضررة من النزاع في السودان، مؤكدا أنهم يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يعتمدون عليها. لولياً دائما قالت روسيا إنها حققت تقدما قرب بخموت خلال الساعات 24 الماضية، في حين قالت أوكرانيا إنها خاضت 90 معركة مع القوات الروسية على الجبهة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صادفت مروحية أوكرانية من طراز 124 وورشة عمل لشركة أوكرانية تنتج مدافع دبابات وذخيرة من العيار الثقيل. هذا واعترضت منظومة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من طراز إمرس و39 طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني. ومن جهتها أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن قواتها خاضت 90 معركة مع القوات الروسية، حيث واصلت القوات الروسية تكثيف هجماتها على منطقة دونيتسك. نعود مشاهدينا للأخبار الوطنية، حيث جال الكرنفال الدولي بالمعون أهم شوارع مدينة أكادير وذلك لإبراز تنوع وثراء التراث الأمازيغي. باقي التفاصيل مع سكينة مسوية. الكرنفال الدولي بالمعون يبرز تنوع وثراء التراث الأمازيغي من خلال تقديم عروض فنية في أهم شوارع مدينة أكادير تحت إشراف الجماعة الحضرية للمدينة. في أجواء مفعمة بالحماس أتاح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بالعروض التنكرية التي يستخدم فيها عادة هؤلاء الشباب جلود الأغنام والماعز والبقر، بالإضافة إلى ألعاب الخفة ورقصات فولكلورية على إيقاعات الموسيقى التقليدية والشعبية. هذه الاحتفالية اللي كتحتضنها مدينة أكادير نتمنى إن شاء الله أنها تكون واحد من أقطاب السياحة في المدينة، وأن تكون وتعاون أيضا في الجاذبية للمدينة، ونحن على مداخل ديال الصيف إن شاء الله لأن أكادير كترحب وكتفتح الأبواب ديالها وإيديها وقلبها لجميع المغاربة سواء اللي كاينين داخل الوطن أو خارجه. جينا من إقليم الحوز، جينا باش نشاركوا في الموروث الثقافي ديال بوجلود في مدينة أكادير، والحمد لله احنا جينا والحمد لله عندما تشوفوا كل شيء بخير على عينكم بخير وعلى خير، الحمد لله وشكر لله. النسخة الثانية من هذا الاستعراض عرفت مشاركة فرق كرنفالية تمثل بعض الدول الإفريقية التي شاركت في هذا العرض الاحتفالي إلى جانب جمعيات محلية وشباب المدينة. الحدث يندرج في إطار مخطط العمل الجماعي لأكادير الذي يهدف إلى النهوض بالتراث الثقافي الأمازيغي الذي يشكل هوية مدينة أكادير وجعلها عاصمة للثقافة الأمازيغية. رياضيا، وقعت قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 التي سحبت اليوم الخميس بجوهانسبرغ المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الغابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو، وتنطلق التصفيات في شتنبر المقبل لتسفر عن تأهل 23 منتخبا ستنضم إلى المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله باعتباره منتخب البلد المضيف.
انطلقت اليوم الخميس منافسات الدورة الثانية من السلسلة الدولية للمغرب في رياضة الغولف التي تقام بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام برباط الغاية 7 من يوليوز الجاري، وذلك بمشاركة ثلة من أبرز لاعبي الغولف الدوليين المغاربة. لنتابع. رياضة تقتضي متابعتها تركيز اللاعب والمتفرج على حد سواء هي لعبة الغولف التي انطلقت منافسات الدورة الثانية من السلسلة الدولية للمغرب في هذه الرياضة بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط إلى غاية 7 من يوليوز الجاري. الدورة تعتبر المرحلة الثامنة من الدوري الآسيوي للغولف، يشارك فيها أبرز لاعبي الغولف الدوليين والمغاربة، أسماء عالمية بارزة على غرار حامل لقب الدورة الماضية التايلاندي جاز جاني واتانانون ومواطنه أسطورة الغولف كيراديتش أبي بارنرات والهندي جاجانيت بولار والإسكتلندي سكوت هاند. ومن المغرب يشارك في هذه السلسلة الدولية كل من أيوب الكيرات وعثمان الروزي وأيوب إدعمر في فئة المحترفين، وهوغو مازن توري ميتير وسوفيان دحمان وعيسى خضري وآدم برسنو في فئة الهواة. الفائز في الدوري سينال جائزة قيمتها مليوني دولار. ليست المرة الأولى التي تقام فيها التظاهرة في شمال إفريقيا، بل إنها المرة الثانية التي تجري فيها إحدى منافسات الدوري الآسيوي في المنطقة. رياضيا دائما نجرى منتخب البرتغال حصة تدريبية الخميس قبل يوم واحد من مواجهة ربع نهائي بطولة أوروبا 2024 ضد فرنسا. وللتقدم في البطولة يتعين على فريق روبرتو مارتينيز أولا تجاوز فرنسا وصفة كأس العالم والتي لم تقدم لحد الآن مستوى مقنع في ألمانيا بتسجيلها 3 أهداف فقط، واحد من ركلة جزاء وهدفين عكسيين. ويلتقي منتخب البرتغال وفرنسا في ربع النهائي في هامبورغ، ويوم الجمعة في إعادة لنهائي 2016 الذي فاز فيه منتخب البرتغال بهدف للا شيء على الأراضي الفرنسية. أجرى المنتخب الألماني والإسباني حصة تدريبية استعدادا لخوض مباراة ربع نهائي بطولة أوروبا 2024 في شتوتغارت الألمانية. أصحاب الأرض سيواجهون منتخب إسبانيا المنافس على اللقب أملا في إنهاء سلسلة من المباريات بدون فوز ضد لاروخا في البطولات التي تعود لعام 1988. تقرير لعبد الرحيم أوشن. قبل مباراتهما المقررة الجمعة، ألمانيا وإسبانيا تجريان حصة تدريبية استعدادا لمباراة ربع نهائي يورو 2024. منتخب الماكينات يخوض أفضل بطولة دولية له منذ 8 سنوات في ظل تطلع الجماهير المحلية إلى تتويج بلقب غاب عن المانشافت عقدا من الزمن، في مباراة بمثابة نهائي سابق لأوانه بين اثنين من أقوى الفرق في البطولة. لاروخا التي نجحت في التأهل بسهولة إلى دور المجموعات بفضل الجناحين لامين يامال أصغر لاعب يشارك في اليورو ونيكو ويليامز الذين شكل سريعا ثنائيا أرعب دفاعات الفرق المنافسة. الألمان الذين فازوا بالبطولة 3 مرات تصدروا مجموعتهم بعد تعادلهم في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد سويسرا قبل فوزهم 2-0 في مرحلة خروج المغلوب على الدنمارك. ليبقى مصير مباراة الجمعة محددا بكيفية تعامل التنظيم الدفاعي للألمان مع كرة القدم الهجومية التي تعتمدها إسبانيا. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.